سلامة نعزيز عطية والاتحاد العام طلبة تونس نسكن في باردو لقيت ليسكيو كنت بريمير قاعدين في زيم وناوي نعمل كونت ان شاء الله. بنتي نورمالمون تسألني علاش قعدت في ليسكيو مش علاش اخترت خاطر انا ما اخترت فيها شو ما حطوني فيها اما انا من الاول كي دخلت راني على اساس في النقل من بعد قعدت على برشا سبير مش باش نحكي على فاست فورماسيون قوية وكل ديجا معناها العباد الكل حكاو عليه اما بيرسونيلمون احسن حاجة لقيتها فيها معناها العباد اللي فما في ليسكيو معناتها بالرسمي تحصل انتوراج بي وعباد محلاهم على الاخر معناها عام كامل ما صار حتى نبزة حتى فازة حاجة محلاها على الاخر بخلاف معناها الفورماسيون والدبلوم القوي والاسم نتاعهم. عندنا سيستيم ال ام دي اللي هو ليسونس ماستر دكتوراه الليسونس تقرا 3 سنين العام الاولاني معناتها الليسونس تقرا كيف كيف نجحت العام الاولاني معناتها بعض عندك حاجتين يا اما تعمل سبيسياليتي كونتر يا اما تمشي تعمل ترون كوما جيستيون في التروازيام اللي تبدا سفير جاف في التروازيام في التروازيام جميع اللي عاملين كونتر يقعدوا عاملين كونتر واللي عاملين ترون كوما معناها جيستيون عندهم تروا شوا اللي هما الفينونس وجيراش والمانجمنت. بالنسبه للماستير عندنا بوكو دو شوا الماستير قسم حاجتين فما دي ماستير بروفيسيونيل وماستير دو ريشيرش. ماستير دو ريشيرش هما لي ماستير يخليوكم بعد تجي تعمل دكتوراه وتولي تقرب في الماستير دو ريشيرش فما دو دومين معناها تجي تعمل فيهم ماستير دو ريشيرش هما الكونتابيليتي والمانجمنت. بالنسبة للبروفيسيونيل عندنا في الكونتا عندنا تروا ماستير اللي هما سي سي ا اللي هي كونتابيليتي كونترول دو تيف والفيسكا والريفيزيون. بالنسبة لدومين جيراج والمانجمنت عندنا كات ماستير اللي هما اي راش لي انجينيري ريسورس هيومين والفيك والمانجمنت بيبليك ولي ريسو. سينو عندنا ماستير اخر في فينونس اللي هو انجينيري فينونسيير بانكير. ماستير في الاسكيو باهية برشا اهم حكاية خاطر البروف نتاعنا بروفيسيونيل على الاخر وسيستيم الاسكيو بروفيسيف. معناها ريت السوفيه كيف تسكن وتخرج منها ماكش تخرج بها سكيلز بركة لكن تخرج بها سكيلز هذا يعاونوك على ريت في خدمتك وفي الانفيرونمون تاعك في بعض. نحب نقول حاجة نحب نقول ليسكو عمرها ما كانت صعيبة وما فما شيء صعيب معناها لو العلم ما يتبدلش راهو السيستيم هذا معناتها عاملينه عبير معناها مش باش صعب على عباد اخرين معناتها ليسكو راهو مش ليسكو معناها اي فاكرة تقرا تلقى فيها و بيرسونيلمون معناتها عندك انا ريتني انا باك تكنيك وليسكيو معناتها تقبل ثلاثة بانكا تكنيك ومشيت ليسكيو وقريت بريمير ونجحت فيها وكل شيء معناها مش مشكلة مالغري معناتها انا والعام ضيعت برشا كل شيء ومالغري هذاك نجحت معناها مش مشكلة جملة معناها من الاخر ملخص الحديث تقرا تلقى جوست ليسكيو علاش يقولوا عليها صعيبة على خاطر ريتها فيها اكسيليري شوية هذاك هو معناها انسو في واحد عنده شوية سوفل يبدا معناها مواكب الريتم مش شرط حتى صعوبة. بالنسبة للافي اسوسياتيف معناها في الاسكيو عندنا بوكو دي كلوب بالنسبة لي انا بيرسونيل مو ما بحبش نسميهم خاطرهم برشا وبرسمي تبارك الله عليهم الكل وكلهم يخدموا خدمة مزيانة على الاخر ما بحب ننسى حد باش ما يطاشش حد سينو معناها الكلوب نتاعنا معناها براتيكمون يعملوا كل نهار الاربع ايفيرمون خاطر الفاك نتاعنا معناها سهلت لنا ليزيفيرمون عادي بدنا الاربع شيء ما نخرجش فيها معناها خاصة الايفيرمون المزيد هذوما سينو معناها بالرسمي ميرسي بوكو للكلوب اللي قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة على الاسكيو. بالنسبة للفوين نحب نتم البنات نحب نقول لهم راهو الفوين تاع البنات معناها بالرسم لازم تفاك على الاخر ما بعد 3 مينوت تكون في الفاك سينو عندكم معناها فوي اخر اللي هو بحث فوي الولاد اللي هما زوز معناها متواجدين بريسك دو ستاسيون مش بريسك معناها دو ستاسيون على الفاك معناتها سوفيا تاخذ معناتها من الفوين تاعك في المترو دو ستاسيون تلقى روحك موجود في الفاك. بالنسبة للماكلة عندنا ريستو تاع الكمبيوتر ريستو دي موجود في الكمبيوتر دايرين فيه الفاكيت الكل معناها محمي على الاخر سينو معناها الماكلة مقبولة في الريستو والرقابة ديما موجودة خاصة بالاتحاد العام طلبة تونس. بالنسبة للعباد اللي تسكن في الفوي معناها في الصباح معناها عندك الكمبيوتر كاملة نفطروا في الريستو دي تاع الكمبيوتر سينو معناها في الليل معناها ولا في العشاء معناتها وقت العشاء عندكم معناها الريستو نتاعكم اللي هو بحث الفوي البنات اللي هو فوي طالبات. سينو العباد القراب والبعاد معناها فما بوكو دي موان دو ترونسبور اللي هما معناها عندكم بيتروات اللي المترو يوصل قدام فاك بالضبط فما دي سبيسيال معناها اللي عندهم اوقات معينه ومتفرقه على الجهات الكل. وبالنسبه للعباد معناها تحب تهون شوي وكل شيء فما تاكسيات كيما معناها كل ما تخرج فاك تلقى تاكسي وكل شيء واللي عنده كهرباء صح عليه.